دي ضربته كم مرة؟ لا ولا مرة. ما لا ولا مرة عشان هو أطول. لا 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 محمود دايما كان بيسمع كلامي ودايما فعلا أنا يعني الحمد لله رب العالمين يمكن كنت أنا بوجهه صح يعني دايما عندي ملك أنا ما لقيتهاش وأنا صغير إن حد يوجهني في حاجات كتير جدا في قرارات كبيرة جدا وقرارات مصيرية من يمشي من النادي الأهلي يعني أنا برضو ما لقيتش اللي يوجهني ان انا استحمل شويه واقعد واستنى شويه لو صبرت شويه ما انا ظروف ماشي من النادي الاهلي كان في القيد 30 لعيب عايزين 28 لعيب واحنا 8 لعيبه فاضي عايزين منهم 2 يعني ايه المشكله ان انا اقعد واستنى فطبعا ما قدرتش استنى لو في حد كبير يوجهني ويقول لي طب اقعد اصبر اسبوع اسبوعين يعني نصحني كابتن عادل طعيمه قال لي اقعد لان ده برضو ابويا الروحي فعلا يعني فقال لي طب اصبر شويه لكن انا ما كنتش قادر اصبر لقيمتي في نفسي ان انا لا ده انا لعيب جامد قوي انا لعيب كويس قوي ما ينفعش اقعد استنى القائمه لكن ده اسم النادي الاهلي واسم كبير واسم الواحد كان لازم يقعد فيه ناس قعدت اسامة عرابي قعد سنه سنه ما يتقيدش حمد الله قعد سنه ما يتقيدش يعني مش عايز اقول لك لا حمد الله اتقيد تقريبا ومع ذلك اتقيد ولعب يعني عايز اقول ولعب في النادي الاهلي انا مش عايز اتطرق انا ليه بقول الكلام ده يعني ده مع الوقت هشرحه لك ليه مين الباك رايت اللي اتقيد ما كانش فيه بص النادي الاهلي الفتره بتاعتنا دي كان المسابقه ال 20 سنه اتلغت فما اتلغت ال 20 سنه لازم يبقى لينا سنه 21 سنه فطبعا ال 21 سنه ده اتلغى فبالتالي لازم نتقيد درجه اولى نمشي بالظبط فبقت حاله كبيره جدا في الانديه ان لعيبه الاهلي والزمالك الصغيرين مشت لعيبه كتير جدا مشت وفي لعيبه كبيره يعني انا افتكر في النادي الاهلي في كابتن حسام بدري كابتن حازم خالد الكابتن حمدي جمعه الكابتن مدحت رمضان كل دول لسه مش كبار لدرجه ان هم يبطلوا فنادي الاهلي برضو مش قادر دول ولاده ودول لعيبته الكبيره فمش هينفع يمشيهم في الوقت ده لكن الموسم الجاي هتتغير امور كتير جدا فهو كان عايز يبقي على الثمان لعيبه دول ويخليهم موجودين حتى لو مفيش اعارات مفيش الكلام ده زي الوقت فعايز يخليهم يستنوا شويه كابتن زيزو كان مدير كوره وكابتن جواري كان مدير فني فعايز يبقى على اللعيبه دي ان هي تستنى موسم بس ده كان ايه موسم 82 موسم 81 82 اللي انا ابتديت لا موسم 82 83 اللي هو لعب كوتوكو وخد في كاس افريقيا وكده فطبعا انا ما قدرتش فانا بقول ليه التوجه القرارات دي قرارات مصريه وقرارات كنت انا دايما في دار محمود في الحته دي فعلا انا وجهه كويس يعني استفدت لما شويه لما مشيت من الاهلي وانت زعلان عشان كده نصحت محمود يروح يبدا في الزمالك محمود راح الزمالك من يعني مش انا مش معرفش لا هو راح الزمالك كان عنده 16 سنه تقريبا 15 او 15 سنه وبعدين راح مع مين راح مع كابتن فاروق جعفر ومحمد صلاح يعني قيمه مدربين في التوقيت ده كان مدربين كويسين جدا يعني مدرب يعني هو كان واخد رايك ولا راح طبعا من وراك لا لا راح لا لا انا ما كنتش اعرف الاول لك قلت له روح شجعته لا هو يروح لا لا انا كنت في النادي المصري في ايامها كان ايامها في بورسعيد كنت في بورسعيد قلت له روح طبعا ويلعب والكلام ده كله وهو برده توسموا فيه انه هيبقى مستقبله كويس انه برده اخ لمصطفى بودعه كابتن فاروق جعفر علاقتي طول عمري بيه كويسه سواء كنا بنلعب او هو مدربي برضو مدربني في منتخب مصر ومنتخب عرب افريقيا فتره فاتبنى محمود يعني فعلا ولعبه فتره كبيره جدا في الناشئين بس غريبه كابتن يعني انت نجم كبير جدا وانا يعني الناس اللي شافت حضرتك عارفه ان انت الحمد لله اسمك كبير جدا يعني ربنا يكرمك لكن اختفيت فتره ولا هل القدر علشان انت لعبت في المصري و فبالتالي أندية الأقاليم يعني وإحنا بنتكلم على منتخب 86 ده مش ما بلاقيهوش كتير يعني تلاقي محمد عمر الاتحاد في التشكيل الأساسي علي شحاتة حماس صدقي كان في المنيا كان في المنيا لسه شوي غريب شوي غريب طبعا ده جالنا يعني رجع رجع مكان إبراهيم يوسف أما تعوض أما صار أعتقد كان عماد سليمان كان محمد حازم كل الاسماء ديت يعني كان حوالي ايه 8 9 لعيبه بس والباقي وزمالك والباقي لكن ما كانوش موجودين يعني مش موجودين دلوقتي يعني الاسماء دي انا فاهم السؤال مش موجوده في المنتخب رغم كده حضرتك برضو اختفيت بشكل كبير يعني بص اسلام انا هكلمك بصراحه يعني ان المشكله دي فيها ليها عده عوامل يعني موضوع اختفائي
انا مشيت من نادي المصر 92. مش عايز اقول لما محمود جه النادي الاهلي بقى اهتمامي الاكبر محمود.